عملت ايه في يومي؟ انا ها وبعدين انا منى. ها 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 وبعدين انت بتقلديني. ها احكي لي عملتي في يومك. انت بتقلديني صح يا ياسمين؟ هنقعد نحكي مين منى ومين ياسمين؟ انت منى وهي ياسمين. احكي لي ايه القصه؟ انت يا بنتي بتكلميني كده ليه؟ ها وبعدين احكي لي عملتي ايه النهارده في يومك. انا بخنف كده. انا نفسي بس ياسمين طول الوقت لما اجي احكي لها يعني اي حكايه حصلت في الحياه. لا ما تقوليش، اعملي زيها. فتقول لي ايه؟ سيبيني اتكلم، سيبيني اتكلم، مش عارفه اتكلم يا جماعه. يا جماعه عايزه اتكلم. انا بعمل استنى بس، اي قصه احكيها لها في حياتي واخلص يعني كل قصه ليها قفله ليها نهايه. هي دايما في النهايه تقول لي ها وبعدين. طب دي نهايه القصه، اجيبها وبعدين فين يعني؟ اجيب منين؟ ولا دي نهايه القصه، مفيش بعد كده. طب احكيها لي تاني. ليه انت ايه ده؟ والله العظيم بتعمل كده. ينفع كده والله؟ طب بتعملي كده ولا لا؟ ها وبعدين. ما تضل. طب انا هسالها اسئله. يلا. طب ياسمين لما تبقي قاعده منى لما تبقي قاعده في وسط الناس وبيبقوا بيرجوا كتير وعمالين يحذروا وكده، يعني بتقولي ايه؟ تقعدي تبقي عامله ازاي يعني؟ تقولي ايه؟ يا جماعه يا جماعه انا عايزه اتكلم، انتوا ليه بتتكلموا؟ انا عايزه اتكلم يا جماعه، انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ ليه بتعملوا؟ انا عايزه اتكلم، انتوا ليه مش شايفيني؟ بقول مش شايفيني على اسمي قصيره ماشي. طيب منى. بيقولوا عليكي بقيتي شايفة نفسك وحاسة بنفسك يعني زيادة عن اللزوم، ليه؟ أنا شايفة نفسي؟ لا خالص خالص، العكس، أنا إنسانة متواضعة خالص. متواضعة متواضعة وبحب الناس يعني، وأصحابي هم أنا مش عارفة ما ليه بيعملوا كده. غدارين بقى، دي يد معيتين. انت بتعملي كده ليه؟ لا مفيش، انت ممكن تبتدي تساليني، انا خلصت اسئلتي. ايه؟ خلصت اسئلتي. طب ياسمين انا عايزه اقول لك حاجه. وريني كده وانت بتلعبي مع بنتك ياسمين بتعملي ايه؟ امبارح كنت عندها في البيت وبنتها قاعده في وسطنا كده، فانا بلعبها بوشي وبتاع ما بتضحكش. ما بتضحكش خالص. فقالت لي انت ايه اللعب اللي انت بتلعبيه لها ده؟ انا بنتي ياسمين انا بلعبها كده. طبعا والبنت بتضحك، الطفله بتضحك بعد كده مش قادره اصدق. يعني هي معوده بنتها تضحك في الحاجات دي، معرفش ازاي. ياسمين ده حقيقي الكلام ده؟ بتعيط. انا عارف، انا لما بتيجي تهزر معايا كانت مزرعه تقول لي. طب عندها سؤال تاني. لازم تسال. قولي لي يا ياسمين. قولي لو حد عكسك في الشارع هتعملي ايه؟ بصي انا مره الموقف ده حصل لي بجد بجد يا جماعه، مش بهزر خالص على فكره. حبنتي على فكره اوفر. مش بهزر. حبنتي انا مش بهزر. انت بتعملي كده ليه؟ استني احكي لك بس بجد. انا يا جماعة كنت أنا في الشارع. انا عايزه اتكلم حرام عليكي، عايزه اتكلم. كنت في الشارع. انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ انتوا ليه طول الوقت بتتكلمي كده؟ مش عايزه حد خالص يتكلم معاكي. ايوه ياسمين ما بتديش حد فرصه يتكلم. انت ليه بتعملي كده؟ ممكن احكي لهم القصه بليز؟ جاوب يا منى. يا ياسمين يعني. ما انا مره حصل لي فعلا. انت ليه كرهنا؟ ليه؟ لا خالص يا منى مفيش حاجه، انا بس عايز ياسمين تحكي الحكايه اللي حصلت لها بجد. كان في عربيه انا كنت بحبها. طب احلفي. حب بنتي يا ابني. لا ما تحكيش. ايه؟ حب بنتي. انا كنت في العربيه. ما تحكيش. كان في ناس هيحاولوا يعكسوني. ما تحكيش القصه. وبعدين فضلت وراهم بقى بالعربيه. خلاص؟ وقفنا بقى كده عند ناس جريوا بقى هم جوه المدرسه اللي اسمها ايه المدرسه مش مهم المدرسه. فقاموا ايه السكيورتي البواب ده بس واقف. انت حاطط ايديه كده وحاطط ايديه كده انت كدابه. وقاموا العيال فاطين، قلت لهم امسكهم امسكهم. فمسكهم
امسكهم بقى. قمت انا ماسكاه بقى اول مره. لا استني، ما تجيش دعوه بيها، ما تجيش دعوه بيها، كملي. انت ليه كارهني؟ احمد، احمد انا هقول لاحمد. بس قولي لاحمد، احمد هيجي هنا قريب. انا مش قادر اقوم احكي بقيه القصه، بس هم اتضربوا يعني. من مين؟ اتضربوا من مين؟ من بوليس. ياسمين بلغت بجد، نادت واحد عسكري وبلغت عليه يعني ضرب. ايه ده؟ ضرب العيال. طب وانت ايه، مش هما كان يستاهلوا كده؟ اه طبعا. دي عملوا ايه بقى ياسمين بالظبط؟ كانوا بيعكسوها يعني. بس ده كان زمان يعني وانا صغيره. اه ده وهي صغيره. كنت دلوقتي كبرتي؟ اه لا انا لسه صغيره. ايه الفضايح؟ طب انا دلوقتي عندنا فقره صلصه، راس الصلصه. انا بحب الصلصه قوي. اه